رقابة على ميسي تبدأ من وين؟ تبدأ من وسط ملعب المنتخب الأرجنتيني. ما يتركونا يتقدم، ما يعطونا الفرصة للتقدم. كرة ملعوبة، جول جول، هو الثاني لداتولو في مباراة الدورية الثانية. يا سلام، هدف عودة التانجو، هدف عودة التانجو للمباراة. نعم نعم، في التوقيت المناسب وبالقدم المناسبة أوه يا سلام يا سلام، على استقبال أول وعلى قرار وعلى كرة تذهب هكذا في المرمى، بالتالي يقلص الفارق ويحيي الأمل ويعيد الأرجنتين إلى المباراة. النجم داتولو 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 داتولو.